فنان حميد الشاعري، تسلم وشكرا لأدائك الجميل. أغنية وين أيامك وين هي الأغنية العزيزة على أسماعنا وقلوبنا، وهي اللي أطلقتك وخلت أنغامك تعانق أسماعنا في بداية طريقك. بالمناسبة هذه الأغنية بظن فايزة بجائزة في عام 83 84 عام 84 فازت بأحسن أغنية على مستوى جمهورية مصر العربية، والحمد لله. هو الشريط ماذا كان عنوانه؟ رحيل. شريط رحيل. وشريطك الجديد عنوانه أكيد. أكيد، أيوة. أول سؤال صريح، هل هذا هو صوتك الحقيقي؟ وين بتوقف الحدود بين تدخل الآلات الحديثة وبين صوتك الأصل؟ والله سؤال يعني مهم جدا، ويعني كويس اللي سألت السؤال هذا. إن حميد الشاعري بيأدي، ما بيطربش ولا بيغني. يعني أغنية مناسبة له وعجب بها أداها، ما بيطربش. ممكن تعجب ناس كتير وممكن ما تعجبش ناس يعني ثانية، بس بنأدوها صح وبإمكانيات الأجهزة الحديثة الإلكترونية. أنت عم تطرح مسألة كتير حساسة للفنان الشاب حميد الشاعري. المسألة هي حتى الأداء ألا يقتضي خامة صوت موجودة أصلا لدى المؤدي؟ تحتاج، بس مش بالدرجة اللي يحتاجها المطرب أو المغني. الأداء يحتاج حس، إحساس أكثر منه طرب. على هذا الأساس يقولوا هذا حس حلو، يعني الله هذا حس حلو، مش صوته حلو، فهذا هذا الأداء يعني. بتعرف شو رأيك إنه نتفق على الآتي؟ لنفترض إنه الأغنية معادلة، مثل ما تفضلت، هناك إحساس في طريقة الإيصال، هناك لحن متميز، هناك كلمة معبرة، ثم هناك المفروض خامة صوت توصل. هذه المعادلة لو توفرت نقترب عمليا من أغنية تحقق بعض شروط الكمال. تبقى في شروط أخرى، هي مدى استقبال الناس إلها ومدى تجاوبهم معها. فهذه الشروط إذا كان نقصت خامة الصوت، ما بتعتقد في أنه أحد أركان المعادلة نقص؟ مش عارف يعني ليش مركز على نقطة الصوت وكذا، ما اني شايف اللون طلع حلو. مش انا مش عايز نحكم يعني على العمل. لا، الحقيقه هي المساله لما بدك تجري حضرتك حوار، وانا اتشرف اني اجلس مكانك وكون ضيف، اول شيء طبعا بدي اتوقعه انه انت تنقل لي كمحاور ما تعتقد انه بيدور باذهان الناس. بتحيد جانبا موقفك الخاص يلي هو موقف اعجاب، حتما اعجاب من اعمال حميد الشاعري. بتحيد هذا الموقف وبتحاول الى حد ما تقترب مما يدور في أذهان كل من يسمع. الحقيقة أني سمعت هذا السؤال عم يتردد كثير، مشان هيك ألحيت عليه. أبتعد عن هذا السؤال وبطرق موضوع تاني مختلف. لا، أيوة. مفتوح السؤال وأي إجابة أنا مستعد لها، بس تركيزك كيف ما قلت لك، يعني أنا بعوض نقص خامة الصوت بالإحساس أكثر. ده هو الموضوع. من أين تستمد معاني كلماتك ومين بيكتب لك؟ بداية شهرتي كانت بهون أيام، كيف ما بدينا اللقاء كان في الكلور الليبي. يعني فاكر إنه نأدي كده مغنية الأغنية دي، بس ما قدمتش بصورة يعني يقدر يسمع أكتر أخرى أو مستمعين تاني من وطن تاني. فعلى سؤالك، إن الأغنية اللي مش مستمدة من البيئة عمر ما تنجح.
ريتني نسمة صبا سريع على خدودك يلي الجمال والصبا يتجسد في عودك. يا ريتني نسمة صبا سريع على خدودك يلي الجمال والصبا يتجسد في عودك. من يوم ريتك قلبي هويتك من يوم ريتك قلبي هويتك ونهار دودك ونهار دودك ونهار دودك ونهار دودك. قالوا يا لالي قالوا يا لالي قالوا يا لالي قالوا يا لالي. قاست في بعادك أنا ما جاني من يوم ريتك قلبي هويتك من يوم ريتك